مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. بيحتفل العالم كل سنة بما يسمى حملة الستاشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وعلى فكرة دي بتبتدي يوم 25 نوفمبر لغاية 10 ديسمبر كل سنة. ايه الهدف منها؟ هدفها محاربة كل أشكال العنف ضد المرأة. خدوا عندكم حاجات كتير جدا يعني، وبنستعجب من كم العنف: الختان، التحرش بكل أشكاله، لفظي، جسدي، جنسي، نفسي، تمييز ضد المرأة في أماكن العمل. وطبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مصر في الفترة الأخيرة شهدت انتفاضة ووعي مجتمعي واسع جدا ضد أشكال كتير، أو نقدر نقول كافة أشكال العنف ضد المرأة. هنتكلم ونناقش أكتر القضايا اللي بتخص المرأة وانتصاراتها، لأن النهاردة ضيفتنا هي دكتور أماني عبد الفتاح، استشاري العنف الأسري بالقصر العيني وخبيرة قضايا المرأة العربية من مركز إعداد القاضة. دكتور أماني برحب بحضرتك. أنا اللي برحب بك يا دينا، وبسعد جدا في كل لقاء معاكي. حبيبتي ربنا يخليك. حقيقي الواحد كل يوم، أو خلينا نتكلم بواقعية، كل سنة في الوقت ده بنقعد نعدد ايه اللي مصر عملته كدولة وكحكومة وكنشر وعي خاص بقضايا العنف ضد المرأة. عايزة اتكلم كده اهمية الحملات اللي بنعملها كإعلام وكدولة في كل وسائل الإعلام، مقروءة، مسموعة، على الإنترنت، في كل ده ايه اهميتها دكتور أماني؟ طيب انت زي ما قلتي كده، بيحتفل العالم في الفترة اللي هي اللي احنا فيها دي من 25 نوفمبر لغاية 10 ديسمبر بما يسمى حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. كل العالم بيتلون باللون البرتقالي، عشان كده انا جايه لك كتير باللون البرتقالي. ايوه واحدة بالي اورنج ذا وورلد هي بيسموها كده، يعني خلوا العالم ليش معنى الاورنج؟ هو سببين. اول سبب انه ده لون بيثير الانتباه، بيخلي الناس كده كل دول العالم تنتفض ان في حاجه اسمها قضايا العنف ضد المراه، يلا بينا بقى ننهي قضايا العنف ضد المراه. من الناحيه الثانيه هو لون الامل، نفسهم ان هم يوصلوا باي ذا اند اوف 2030 يا رب ان شاء الله باذن الله حسب اهداف التنميه المستدامه، ان احنا نقضي على جميع اشكال العنف ضد المراه. زي ما انت قلتي، مصر الفتره الاخيره شهدت الحقيقه، انا بسميها وانا بشتغل في قضايا العنف ده بقالي كتير جدا، ماجستير بتاعي 2008، فبقالي كتير جدا بشتغل في قضايا العنف ضد المراه. لا، مصر الحقيقه اخر فتره احنا شاهدين انتفاضه ووعي مجتمعي، وفرحانين قوي. هقول لك ليه فرحانين كمان شويه، بس عايز اقول ليه اشمعنى 25 نوفمبر، عشان كده سالت السؤال ده، واشمعنى 10 ديسمبر. أيوه. لان 25 نوفمبر هو اليوم الدولي لقضاء القضاء على العنف ضد المراه. أيوه. واشمعنى 10 ديسمبر؟ لانه يوم حقوق الانسان. هو عايز يقول ايه؟ اشمعنى 10؟ اشمعنى بالظبط؟ انه اي انتهاك لحقوق المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان. صح. احنا إنسان في الأول وفي الآخر. احنا نمثل المرأة، بس أي انتهاك لحقوقنا سواء بقى كانت زي ما انت قلتي تحرش، عنف لفظي، عنف جسدي، عنف جنسي، تنمر إلكتروني، تنمر في الأماكن العمل، كل ده تحت مظلة ما يسمى قضاء على العنف ضد المرأة. وعشان كده ده أهمية زي ما انت قلتي كده بريدج، أو بنقول إن أي انتهاك لحقوق المرأة هو كمان انتهاك لحقوق الإنسان. لحقوق الإنسان، صحيح. طيب احنا بقى الحقيقة السنة دي بنحتفل بطريقة مختلفة. وزي ما انت قلتي ايه اهميه الاعلام، وانا الدور بتاعي يعني انا عامله مثلا اكتر من 10 ندوات على اخر 5 سنين على التوعيه بقضايا العنف الاسري. ليه انا بعمل كده؟ وليه حضرتك بتقولي في الاعلام على قضايا العنف؟ لان احنا عايزين نقضي على العنف في مجتمعنا العربي. صح. انا بس عايزه اقول لك كده على احصائيه، الناس متعوده في اي برنامج ليا انا بقول احصائيات. ايوه. طيب في العادي كل واحده من 3 ستات بتتعرض في اي فتره في حياتها لاي نوع من انواع العنف، 1 لكل 3. كل ست بتتعرض يعني لأي نوع. التلت بالظبط، لأي نوع. ممكن يكون عنف لفظي، ممكن يكون معاكسة في الشارع، ممكن يكون تحرش جسدي، ممكن يكون تحرش جنسي، ممكن يكون طبعا عنف زوجي اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو الإهانة والضرب. صح. من الزوج أو من الأخ أو من الأب. طيب تعالي بقى في الجائحة، انت عارفة بيسموا العنف ضد المرأة ايه في أيام كورونا؟ الجائحة الخفية، هي اسمها جائحة كورونا. الجائحة الخفية ده اللي أطلق عليها الأمم المتحدة، هي اللي أطلقت اللفظ ده. اشمعنى الجائحة الخفية؟ لأنه تخيلي لما حصل الكورونا وكل العالم حصل له كومبليت لوك داون، او بيسموه الاغلاق الكامل او الاغلاق الجزئي، ايه اللي حصل؟ الناس قعدت في البيت، بقى ظروف اقتصاديه وبقى ظروف نفسيه وضغوط نفسيه، فبقت الست تتعرض اكتر لمزيد من العنف. تخيلي ان زادت المكالمات على الخط الساخن 5 أضعاف عن أيام ما قبل كورونا. الأمم المتحدة بتقول في دراسة بتقول إن في زيادة على اضطرابات الخط الساخن 50% أو 60% في معظم الدول في إقليم الشرق الأوسط. ده معناه إن كورونا شغالة في حتة،
خلاص. وفي الناحيه الثانيه في البيوت في جائحه خفيه، في كده صمت. ليه؟ لان الست كانت زمان بتتصل بالخط الساخن او تروح ملاجئ الايواء لما حصل الكورونا وحصل اغلاق كامل او اغلاق جزئي، كل ده اتقفل. فبقت الست تعمل ايه؟ تستحمل وتتضرب وتتهان ويتحرش بيها وحتى مش قادره تبلغ. عشان كده سموها الجائحه الخفيه. وهي في وش المدفع لان بالزبط. هي محبوسه والزوج محبوس معاها او يعني اي فرد من افراد الاسره بالظبط. احنا بنسمي دايما في الاسره الست والطفل هم الخط أضعف. الاضعف. وبالتالي هي جوزها قاعد في البيت مفيش شغل، طبعا ظروف اقتصاديه صعبه، بيطلع همه على الست وعلى الطفل. كانت زمان تقول طب قالوا الحقوني انا في الحته الفلانيه بتضرب، او الجيران يبلغوا انها بتضرب من جوزها او 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 في اماكن العمل. طب دلوقتي لما حصل بقى اللوك داون والاغلاق الجزئي والكلي، مين هيلحقها؟ وبالتالي الستات ادت الى اكتئاب، قلق، حالات انتحار، تعاطي مخدرات. على فكره مش في مصر ولا الدول العربيه بس، هنتكلم على العالم كله. أيوة. وعشان كده سموها تاني الجائحه الخفيه، لانه ده ادى الى انه بقى عندنا قلق واكتئاب واحباط وحاجه سموها الاعراض الجسميه النفسيه، اللي هو الست تقول لك انا ظهري بيوجعني، تروحي تعملها اشعاعات قد كده ما تلاقيش حاجه. طب هي ايه؟ هي مضغوطه. لسه بقول للطلبه بتوعي لما نقول دايما الست يعني مين ام ما بتقولش انا ظهري بيوجعني؟ مين ام؟ تفتكري كل الستات ظهرهم بيوجعهم نتيجه لمرض عضوي؟ لا خالص، ده نتيجه ان هم مضغوطين يا جماعه. مش سعدة. النفسي بيقلب عضوي. اسمها اعراض نفسيه جسديه. صح. اللي هو النفس بتعبر عن استيائها وغضبها في صوره اعراض عضويه، التهاب القولون، ناس تشتكي على قدر الصداع الدائم، الصداع النصفي، كل الحاجات دي. ده غير بقى اضطرابات الاكل، اضطرابات النوم، الناس اللي بتتخن قوي او بترفع قوي نتيجه ان هم عندهم اضطرابات نفسيه. كل ده، كل الامراض النفسيه، انت لو تلاحظي الفتره الاخيره يا دينا الناس بقت بتشتكي كتير قوي من اعراض نفسيه. لو تلاحظي كده يقول لك انا عندي حاله اكتئاب، انا عندي حاله احباط، انا مش عارفه اعمل حاجه في حياتي. كل ده نتيجه ل انا بسميها كده الاثار مترتبه على جائحه كورونا. احنا بنتكلم قلنا العالم كله ما قبل كورونا غير العالم ما بعد كورونا. صحيح. احنا صحيح. اعنف بكتير ما بعد كورونا للاسف يعني. فعشان كده بقول انه العالم كله، الامم المتحده كلها قالت اورنج ذا وورلد. وعلى فكره الحمله دي بيبقى ليها تيمه معينه. يعني مثلا في 2015 كانوا بيقولوا ايه؟ من السلام اذا في المنزل الى السلام في البيت. يعني احنا عايزين كل الاماكن سالمه، عايزين مكان تعليم امن للجميع. 2017 قالوا ايه؟ قالوا لن نخلف احد وراء أنا لننهي العنف ضد النساء. ليها تيمة معينة كل سنة كده. طيب السنة اللي فاتت قالوا إيه في جائحة كورونا؟ قال مولوا واجمعوا وامنعوا. مولوا إيه؟ مولوا قضايا العنف ضد المرأة. طيب واجمعوا إيه؟ اجمعوا كل الجهود علشان نجابه العنف ضد المرأة. طيب وامنعوا إيه؟ امنعوا كل مشاكل، كل مظاهر العنف من تحرش وإساءة وتنمر إلكتروني وكل أشكال العنف. السنة دي قالوا إيه بقى؟ اي بقى لننهي العنف ضد النساء الان. عارفه زمان ناو مينز ناو، لننهي دي تيمه 2021، لننهي العنف ضد النساء الان. ده شيء رائع. تعالي بقى دكتور نرجع هنا على يعني على مصر، ودكتور اماني تقولي لي ازاي مصر نفذت الكلام ده بخطواته واخدنا بالنا قوي من التشريعات ومن القوانين الجديده. لا ده بقى في مؤبد اغتصاب وتحرش، وفي سنوات حبس، في يعني في قضايا بدات تتحرك وبدات الجهات التنفيذيه كمان، مش بس القانون. يعني طول عمرنا عندنا الحقيقه قانون مصر مش بخيله في القوانين، لا. لكن ما كانش حد بينفذ. ايوه انت قلتي بقى الجمله الصح. يبقى ايه هي بقى؟ القيادة السياسية. صحيح. رأيت إيه؟ في حاجتين، تمكين المرأة اللي هو زيادة الكوتا في مجلس الشعب والنائبات والوزيرات. والوزيرات. على الناحية التانية الرئيس بقى عمل حقيقة طفرة في مجابهة العنف. آخر طفرة ليه هو القانون بتاعه اللي هو قانون 141 سنة 2021 اللي حول بيه التحرش من جنحة إلى جناية. جناية. تعالي أقول لك بقى. دلوقتي إحنا عندنا مادة في الدستور اسمها 306 مكرر بيه. بعد التعديلات بقت ايه؟ يقول لك اي حد يتحرش او يعني ينتهك خصوصيه اي حد في مكان خاص او في مكان عام او بالاشاره او بالقول او بالفعل او بالتلميح الجنسي على جميع الوسائل الالكترونيه والسلكيه واللاسلكيه هياخد من سنتين لاربع سنين وغرامه من 100,000 ل 200,000. طبعا الكلام ده ما كانش موجود خالص قبل كده خالص. زي ما انت قلتي احنا كان عندنا قوانين لما كانت يعني كان بتروح البنات او الستات اللي بيتم التحرش بيهم في الشارع يروحوا يبلغوا يقول لهم يعني طب اصل ما فيش تهمه. يعني ما عملكيش حاجه، ما اغتصبكيش، ما خطفكيش. انت عارفه قد ايه دينا انا قعدت هاتي في البرامج بقالي 10 سنين اقول يا جماعه فعلوا القوانين. القوانين قد زي ما انت قلتي مصر مش بخيله، دلوقتي مفعله
وايه ده انت تصوري فيديو على على السوشيال اللي هو على السوشيال ميديا واحد بيتحرش مثلا ببنت الميكروباص من اخر الدنيا. عايزه اقول لك خلال 24 ساعه تم القبض على المتحرش بالفتاه داخل الميكرو في نفس اليوم. نفس اليوم. فعايزه اقول لك احنا نشهد طفره. طيب دلوقتي بقى احنا كمان يعني بدانا نشوف برضو ان العنف تطور. يعني شفنا البنت اللي تم التحرش بيها في المدرسه من الساعي ولا البواب ولا حاجه كده، وشفنا كمان الامهات اللي بتبقى قلقانه على بناتها وهم رايحين المدرسه وهم رايحين الجامعه. ايه اللي ممكن يعني نعمله اللي بيها نقضي على الظاهره دي؟ وفي بعض الناس اللي يعني اللي مش بيخافوا من العقوبه دي، طب نعمل لهم ايه اكتر من كده؟ طيب نعمل ايه؟ رقم واحد نعمل اللي احنا بنعمله انا وانتي، الاعلام، التلفزيون بيوصل لكل بيت. رقم اتنين ندوات، وانا دايما اقول كده يا جماعه الطب مش في المؤتمرات وفي القاعات، الطب احنا نروح للناس. أيوة. تعالي نعمل ندوات في مراكز الشباب، في النوادي، في الاماكن الشعبيه، قولوا للناس يعني ايه المحافظات المختلفه بالظبط كده، يعني مش القاهره فقط لا غير، ولا اسكندريه ولا الجيزه، يعني مش المحافظات اللي هي الكبيره او اللي هي العواصم. يعني انت عارفه هدف يا دين او يعني حلمي ان يبقى في عارفه العربه بتاعت التطعيمات، عربه للتوعيه بقضايا العنف الاسري، وخاصه ان احنا بقى عندنا شكاوي خط المراه في المجلس القومي للمراه، بقى عندنا دور رعايه تبع وزاره الضمان الاجتماعي، عندنا يا جماعه، بس الناس مش عارفه، الناس مش فاهمه ان الحاجات دي موجوده. ثالث حاجه لازم ندرب الناس اللي موجودين في بيوت الرعايه دول على معامله بيسموهم كده الناجيات من العنف. هم اسمهم كده الناجيات من العنف. في البيوت دي الستات يعملوا ايه؟ يتعلموا شغل. انت عارفه ان معظم الستات اللي بيتعرضوا للعنف معهمش تعليم، ايوه يعني صح. اميين معهمش شغل، فدول اهميه دور الرعايه ان انا اعلمهم شغله تجيب منها فلوس. معظم الستات اللي عشان بتتعرض على نفسها بتتعرض لعنف يا دينا ومش عارفه تسيب البيت، ما عندهاش ملجا اخر. تقول يا دكتوره ودي الجمله الشهيره، اروح فين؟ صح. طب اصرف على اولادي منين؟ لكن يمكن لو انت علمتيها شغله تجيب بيها فلوس، اللي هي المشروعات الصغيره، تعمل لبس، تعمل عارفه مشروع اللي هو الطهي من البيت وتبيعه، نعلمهم ازاي يكسبوا فلوس، ده مهم جدا. اخر حاجه بقى ودي اهم حاجه، ان احنا بنعمل ندوات للناس الشباب في الجامعات. وانا عملت الحمد لله يمكن اكتر من 10 ندوات. ليه بقى يا دينا؟ لان المستقبل في دول. بصي اللي حصل حصل. تصدقي ان قبل كمان دكتور اماني يعني المفروض دي تبقى ماده بتدرس. أيوة. في التعليم الاساسي والاعدادي والثانوي، ان يعني المفهوم ده يطلع الولد او البنت من هم صغيرين. أيوة. في المدرسه عارفين ان المراه تساوي الرجل، والتنبيهات والتحذيرات، وان من غير المقبول العنف اللي بنشوفه ضد المرأة، ان يبقوا متشربين ومن وهم اطفال زي ما بيعرفوا قواعد العلوم والرياضيات والتربية الوطنية، ده يبقى من ضمن التربية الاجتماعية. يعني انا اضم صوتي وصوتك، ولو البرنامج بتاعك ده برنامج ما شاء الله عليه مشاهدة كبيرة وناس بيحبوكي جدا، فانا اتمنى من هذا البرنامج الحلو نطلق مبادرة. ايوه يا جماعة علموا العنف الاسري في المدارس، علموه من سن ثانوي، دخلوها في الجامعات، عرفوا يعني ايه زوج وزوجه، يعني ايه اسره، طب اعمل ايه لما اختلف مع الطرف الثاني، علموا الناس كيفيه او ايه هي طريقه الجواز الصحيحه، مش مجرد فستان وطرحه وزغاريط وفرح وبعدين نطلق بعد سنه، لا، او نضرب بعض او نهين بعض، لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. طيب دلوقتي بقى يعني احنا فاضل لنا دقيقه بالظبط، عايزين نتكلم عن اهم الايفنتس اللي هتبقى موجوده خلال الفتره اللي احنا فيها. ايه النشاطات حضرتك مشرفه عليها؟ ايه طرق التوعيه لغايه 10 ديسمبر؟ بصي انا بعملها طبعا بصفه فرديه، وده تخصصي اللي انا يعني شغفي في الحياه ان انا اعمل توعيه بقضايا العنف الاسري. انا بعمل ندوات في الجامعات الخاصه والحكوميه. أوكي. زي ما اقول لك كده، انا هدفي هم الشباب، هم جيل المستقبل، لانه خلاص اللي حصل حصل. احنا عايزين التوعيه دي بيبقى فيها اعلام مثلا بايه ان دي بقت جريمه، طبعا العقاب ايه، القوانين الجديده ايه، ازاي مصر تخطط او بتتحاول تتخطى قضايا العنف ضد المرأة. انا بس عايزه اختم بحاجه، زي ما انت قلتي في الاول الاحكام اللي احنا انتصرنا بيها للمراه. صح. انا هختم بدي حقيقه، احنا عندنا فتاه الساحل اللي هي تم التحرش بيها، في اتنين اخذوا مؤبد وواحد اخذ سجن مشدد. عندنا الدكتور النفسي اللي خطف 6 قاصرات خد الحمد لله برضه مؤبد. عندنا امام الدقهليه، امام جامع في الدقهليه اللي تحرش بطفله عندها 11 سنه بيحفظها القران. من هنا بقول يا جماعه مش علشان المهنه لا تلغي التحرش، والحقيقه برضه
هو اخذ مؤبد، فده بعتبره انتصار للمرأة المصرية. ولسه الانتصارات جايه كتير طول ما احنا بنحاول نمحي اميتنا ناحيه قدر المرأة في حياتنا وفي حياة شعوبنا العربية بالتحديد. خلينا نكون صراحة، في أوروبا والدول المتقدمة عرفوا مقدار المرأة وقيمتها، علشان كده النهضة سريعة جدا. احنا كمان ماشيين على نفس الخطوات، وبشكر جزيل الشكر كل اللي بيهتم بقضايا المرأة، وطبعا بشكر ضيفتي النهاردة في ست الستات دكتور أماني عبد الفتاح، استشاري العنف الأسري بالقصر العيني وخبيرة قضايا المرأة العربية مركز إعداد القادة. شكرا جزيلا لحضرتك. أنا اللي بشكرك يا ديدي، ميرسي خالص. وكل سنة وكل ست مصرية وفي العالم كله، كل ست في العالم بخير. كل سنة واحنا منتصرين إن شاء الله. آمين يا إن شاء الله. فاصل ونكمل حلقتنا النهاردة، خليكم معنا.